السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير، كي دايرين مع الصحيحه؟ يا ربي تكونوا كلكم لاباس. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الحوت في الفران بالخضار، كيجي زوين. خليكم مع المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير غندوزو ليهم ان شاء الله. هنا علبه ديال الشعريه الصينيه، غير وحده صغيره، الزيتون مقطع، القزبر والمعدنوس، ثومه، وأربعة فصوص ديال الثومه كبار، زيت بلديه، نص حامضه هذيك نص حامضه معصوره، فلفله بالالوان الاحمر والاصفر والخضر، جوج فلفلات حارين، ثلاثه المطيشه مقطعين طرونج، البصله مقطعه رقيقه كما كنشوفوا طرونج، البطاطا هي مقطعه طرونج، مطيشه صغيره هذيك صغير، مطيشه الحك معلقه كبيره، نص معلقه ديال الهريسه، ديك راس معلقه ديال الزعتر، الكمون، سكينجبير، القزبر مطحون، البزار، الخرقوم، كركم صفر، تحميره معلقه كبيره، اليازير، ديك ديال الحوت، العطريه ديال الحوت، جوج حوتات ديال داك ديال المعزه كما كتشوفوا، ها هو مغسول، كنغسلو مزيان، كنغسلو في الاول ملي كاين، الا كان عندكم في المجمد كتشدوه تلوحو عليه الملحه، ملي كتلوحو عليه الملحه كيرجع بحال باقي جديد، وتغسلوه بالحامض والخل، ومن هنا كتشدي الا بغيتي تحيدي لي العينين ديالو، غنحيد لي العينين ديالو وندير فيهم زيتونه، ما نخليهمش. ها انتما كما تشوف فاتحه من الظهر هذه باش ندير فيها نعمرها هنا بالشعريه الصينيه. وهنايا كنشد بحال هاد الشيته هذه كنشريها وكناخذها كنقي بها الحوت من هنا، هذه مخليها خاصه على الحوت، كنشدها كنقي بها الحوت، كتحيد دوك النغانغ ديال الحوت وديك الكحوليه اللي كتجي مره كتحيدها كلها من الراس، وداك الشيء كتحيدوها انتما، كتخليه فيه حتى حاجه كيفاش كيتنقب، هنا بقى فيه حتى حاجه، هذه زعما زوينه هذه الحوت. دابا غندوزو للطريقه، هاد نص حامضه غنشد الخويا حنا، زيت البلديه غندير شي ربع كاس ديال زيت البلديه، هنا غندير القزبر والمعدنوس، الثومه، هنا غندير هاد التوابل كلهم، غنديرو غنبقى مطيشة الحك اللي غتبقى بوحدها، عفوا نسيت الملحة غنجيبها، نسيت الملحة غنديرها دابا هي كيما تشوفو، غنشد هاد التوابل كلهم ندخلهم في بعدين في الخلطة. غناخذ الحوتات، نشد نشرمل الحوت مزيان، ندخل ليه هنا نشرمل هنا مزيان حتى تدخل مزيان، صافي نحط هنا هو الحوت. ديما تاخذوا لو بغيتو تاكلوا الحوت ديما خذوه جديد، الحوت القديم راه ما كيجي زوين في الماكله، كلشي الحوت كيبغي الحوت جديد، الا ما كانش الحوت جديد راه ما كيجي زوين في الماكله، واخا ضلوا تعطروا عليه واخا ضلوا تشرموا عليه، ولا كان الحوت جديد واخا ديروا فيه كاع العطريه ما ديروهاش راه كيجي بنين، الحوت ملي كيكون باقي جديد راه كيكون اللحم ديالو باقي طري وكيكون قاصح وكتلقاو فيه الدم، هنا باقي الدم، هنا باقي الدم جديد، ملي كيكون هنا راه كيولوا دوك هاد النغانغ كيولوا كحلين. دابا غناخد هاد البطاطا ندخلها هنا نشرملها هنايا، والبصلة حتى هي نشدها ندخلها كلها نشرملها هنايا، ندخل فيها شوية كناخد البطاطا نحطها هنا، البصلة كنشد نستفها لتحت مزيان نقلها بحال هكا، لحقاش كدوب كتجي زوينه ملي كتشدوها ديروها في هنا في الكعر ديال هنايا في هذا التحت ديال المولو كدوب وكتولي زوينه، كتطلق داك لاصوص كيجي خاطر. تبقى البطاطا العطريه ملي كدوزها بحال هكايا في الشرميله كتجي لذيذه،
مطيشه حتى هي غادي تجلس الحركه. كناخد هاد الشعريه الصينيه كنديرها في هاد لاصوص هنا، ناخد داكشي اللي غيقدني في في الحوتات من هنا، الشيء اللي غيقدني فيه غنديرو. ناخد هاد الزيتون نديرو معاها، كنشد هاد الحوته كنحط فيها الشعريه هنا، اللي بغا ياخد داك العود كوردون يديرو من هنا، يديرو من هنا. كناخد هاد مطيشة الحب كنديرها فهاد لاصوص هنا، كنزيد عليها شوية الما، كنشد هاد مطيشة ديال الحب كنزيد فيها شوية ديال زيت البلدي، كنشد ناخد هاد الفلفله احمر، شفت الماتش الصغيرة نحطها هنا في الجناب، نحطها هنا في الجناب كتجي زوينة، ملي كطيب كتجي زوينة، لحقاش هي حلوة. كنجيب هاد لاصوص دابا حطيت شويه الزيتون من الفوق، وما ديروا لا روا لا والو، خليو غير داك الروا ديال المطيشه هو اللي تخلوه صافي، ما ديروا لا روا لا والو، دخلوا غير تشدوا ورق غطوا بورق الزبده بحال هكا، شدوا لي الورق الامينيوم من الفوق بحال هكا، شدوا عليه وتخلوه حتى يطيب في الفران، ديروا ليه العافيه مهيله، ما تكونش العافيه مجهده باش يتحرق وداك الشيء، حتى يطيب في الفران، عاد عروا عليه واحد شويه يتحمر صافي وحيدوه تقديم صافي. هذا هو الحوت اللي حضرت معكم كما كتشوفوا، كنتمنى يعجبكم، كيجي زوين ولذيذ، كنتمنى يعجبكم، وما تنسوش تدعمونا باشتراك وشكرا.